Yo. يا الله سدد يا الله الله. يا الله لك الحمد يا الله. هذه القطعة التي تم العثور عليها صباح يوم الجمعة من بقايا حطام الطائلة التي سقطت ليلة البارحة الخميس في أجواء محافظة صعدة. في يوم 25/4/2024 تم إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للعدو الأمريكي البريطاني الذي كان يقوم بأعمال عدائية في الأجواء محافظة صعدة. ونقول للعدو الأمريكي والبريطاني أن مصير طائراته سيكون مثل هذه الطائرة، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر.